احنا كنا نتمنى نديله فرصة تانية. يعني مستر براون لسه ما خدش فرصته، لان احنا كفريق الاسماعيلي كل الاسماعيليه دي بتلعب كوره وكلها لعيبه، من لعيبه شراب للعيبه كوره كبيره، وكنا بنلعب في الشوارع وفاهمين الكوره. فمستر براون ما لحقش ياخد فرصته، واللعيبه اللي معاه دي اصلا كنا سيبناه لغايه نهايه الفتره وان شاء الله كنا نبقى احسن. لكن كابتن حمد نتمنى له كل التوفيق معانا باذن الله، وربنا يعملنا فيه الخير بس، ونتمنى ان احنا ما نهبطش. والله احنا بنتمنى التوفيق للكابتن حمد، وبنقول له يعني احنا كلنا معاه وكده، ونفسنا يعني ان الاسماعيلي يبقى ليه شأن تاني ووضع تاني، ويعني نتمنى نشوفه احسن من كده بكتير. يعني احنا ما عندناش لعيبه في حجم نادي الاسماعيلي. الاسماعيلي محتاج لعيبه اكبر من كده واعلى من كده. النهارده كل اللعيبه اللي بتيجي مستواها زي ما انت شايف مستواها ضعيف جدا. كابتن حمد ابن النادي وكل حاجه، يا ريت يقدر يعمل حاجه، بس بالوضع ده مش هيقدر يعمل حاجه. احنا بنستعجب على الفتره ديت، يعني هو دخل الكاس لعب فيه كام ماتش حلوين، كاس الرابطه سليم لعب فيه كام ماتش حلوين، بعد كده رجعت اللعيبه مفيش قلب واحد. هي المشكله عندنا اللي احنا مفيش راجل واحد. هو النادي الاسماعيلي مر بظروف صعبه جدا الفتره اللي فاتت دي، محدش فيها مختلف، لكن الحمد لله ان في مجلس اداره موجود دلوقتي. يعني احنا يمكن النادي الوحيد اللي عملنا 11 صفقه في صفقات يناير، دي ما حصلتش في اي نادي مصري. يعني لسه التجانس ما بين ال 11 لاعب اللي موجودين دول مش هتيجي كده، يعني لازم يكون مدرب ناجح. اخوان براون المدير الفني كان ما وفقوش الحظ معانا يعني الفتره اللي فاتت ديت.